وتوصل الكرة إلى محمد الهدهود، سعيد الخرادي ماخذ مكان، سعيد الخرادي كرة مع العرضية ودويتون، الله حصلها دويتون وفي المرمى جول، حصلها العرضية البرازيلية حقيقة بيبذل فيها مجهود طيب سعيد الخرادي والدقيقة 16 هدف ثاني لكارما عن طريق اللاعب عبد الله دويسان. اذا دويسان يستلم كرة سعيد الخرادي، شوف حلوة لعبها على الارض وايضا على طول ما تأخر فيها الزاوية اللي كان فيها ايضا نواف الخالدي. كارما 2 قطية لا شيء.